اليوم كل شيء شاف الطلبة والطالبات الاتحاديين من جميع الجامعات في المغرب ممثلين عن كل الجامعات المغربية. اليوم شفتوا جميع كيفاش كان الطلبة والطالبات الاتحاديين بواحد القوة داخل هذه القاعة. شفتوا اليوم النية والجدية اللي كانت عند الطلبة الاتحاديين في أنهم يخلقوا إطار جديد من أجل أنهم يكونوا داخل الجامعة ويناضلوا على مصالح الطلبة والطالبات. كذلك كيناقشوا مجموعة من المواضيع اللي كنعرفوها جميع، وخاصة الأولى هي الإصلاح البيداغوجي اليوم الجديد. اليوم سنتحدث عن آليات وأساليب جديدة نضالية بإمكانها أن تتلائم مع طلبة يعني الألفية الثالثة. وحنا كنشوفوا اليوم المتغيرات اللي كاينة في المجتمع، ما قررنا حنا كشبيبة اتحادية أننا نكون في صلب اهتمامات جميع الشباب بكل أشكالها. هذه هي الشبيبة الاتحادية متجددة قادرة، وكذلك هي شبيبة وطنية تدافع عن وطنها في كل ربع المملكة. الحركة الطلابية في الجامعات يعني الدور ديالها بحال ينقص شوية مقارنة مع السبعينات الثمانينات القرن الماضي، بالنسبة لك علاش هذه الحركة قلت؟ كنعتبر هاد الحركة يعني اللي نقصت داخل الجامعات المغربية يعني في اتجاه واحد، هو ان عدم تجديد لا اساليب ولا الطرق اللي ممكن اننا نتعامل بها كشباب داخل الجامعات. حنا كنشوفوا الطرق النضال من السبعينات الى يومنا هذا لم تتجدد، بالتالي الركود الذي يحدث داخل الجامعات هنا والفعل الطلابي داخل الجامعات هو اسبابه الاليات، هو اسباب الاليات والاساليب اللي كتعتمد بعض الفصائل الاخرى.